اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا للفقره اللي بتحللنا مشكله كبيره جدا. بصوا بقى يا جماعه، المدارس دخلت، يعني مشكله الصبح الساعه 7 الصبح والخناقه والجيران سامعين الصريخ والشعر اللي مش عايز يتلم والشعر اللي مش عايز يتسرح ولا يتسلك، والبنت تعيط والام، والله في امهات بتعيط بالدموع على عياط بناتها ومش عارفه تعمل ايه، شعرها يعني معذبها ومعذب مامتها، وتقول لك انا ايديا وجعتني، انا عضلات ايديا وجعتني كل يوم على الحال ده. النهارده ان شاء الله باذن الله في فقرتنا مع ضيفتنا الكريمه اللي منوراني، ازاي الخناقه او بالبلدي العركه بتاعت كل يوم الصبح دي هنقدر نحلها بحل امن جدا جدا وبسيط جدا، وهتلاقي نفسك انت وبنتك اتنقلتوا في حته تانيه خالص الصبح، بدل ما هي عركه الصبح لا بالعكس هتبقى صاحيه نفسيتها حلوه وانت نفسيتك حلوه، والبنت كمان تعمل التسريحات اللي نفسها فيها وتنزل كده تقول ايه يا ارض تهدي ما عليكي ادي. منوراني النهارده في فقرتنا فقره المدارس وفقره العذاب حبيبتي نجلاء سرحان، دكتوراه التغذيه العلاجيه، دبلومه التغذيه العلاجيه اكاديميه السادات، مدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه والمنقذه مع دخول المدارس. حبيبتي يا شيخة عامله ايه؟ يا منقذتنا الحقينا في عركه كل يوم الصبح. صح كده العركه فعلا. اه والله بتحصل والله صح. ده وعياط وشد وجذب. حكالي وفي حاجات كنت بشوفها كمان بنفسي، عايزه تلم شعر البنت ما بيتلمش. بنت تعيط وقعدها قدامها حقيقة. شد 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 وانحل بقى وعياط وانحل الشعر واعمل تساقط للشعر وخلي البنت على الصبح تبقى معيطه ورايحه المدرسه معيطه ومتضايقه، وده ياثر عليها شويه في المدرسه. قصص كتيره جدا اشوفها، انا بشوفها كل يوم على فكره من الاطفال. يعني يوميا اللي شعرها مجعد جدا. طبعا انواع الشعر كتيره اشوفها، احنا عندنا نوع الشعر اللي هو العادي والمتوسط وشديد الخشونه اللي هو بنقول عليه الافريقي. طيب الشعر بقى شديد ده انا عايزه اقول لك فيه كتير جدا شعور صعبه جدا جدا. في طبعا بيقل اذا كان ويفي، الويفي بتاعه كمان مش صحي يا شفال. يعني الشعر الويفي احيانا في ناس بتحبه يبقى ويفي، ده انا عايزه اكلمك في الحته دي كمان. ممكن تعملي ده كمان ويبقى الشعر نفسه صحي. يعني الويفي بتاعك شكله حلو يا ستي، نعالج الشعر الاول. يعني قصد حضرتك كده بالزبط. نعالج الشعر الاول بالبروتين بتاعنا ونخليه تمام، وبعد كده اعملي التسريحات اللي انت عايزاها. صح كده. طيب تعالي الشعور بقى اللي هي اللي بتبقى خشنه دي، بتبقى صعبه على الصبح زي ما احنا قلنا، والعركه اللي بتقوم الصبح ما بين الام والبنت وبتنزل معيطه وزعلانه. المشكله ان دي غصب عنها ودي غصب عنها. بالظبط، هو بصراحه ربنا الاثنين غصب عنهم. صحيح. دي حاجه جيناتك ما بنقدرش نتدخل فيها، وفي نفس الوقت الام برضو الله يكون في عونها من اللي بتشوفه كل يوم والصحيان بدري والحاجات دي كلها. احنا قررنا ان احنا نقلل او نشيل الضغط من على الام خالص. ان احنا الام تلاقي شعر بنتها كويس وصحي وناعم ولامع، واهم حاجه اشوف هل عشان انا هبدا بدري في الفرد الاقي المنتج، انقي المنتج وابقى عارفه مصدره ايه. والمنتج مكون من ايه، مرخص ولا لا، حاصل على ايه بالظبط، اقرا عنه واشوف الريفيو بتاعته واشوف الناس واروح المكان لو في مكان اروحه. فكل ده طبعا مصداقيه للعميل ان هو يقدر يستخدم منتج معلوم المصدر وليس مجهول المصدر. والحمد يعني لله الطبق اللي بيجي لنا ده دي متوفره. بالظبط، الطبق بقى اللي بيجي لنا ده من بره واحنا ما نعرفش احنا حاطين بروتين ايه. ده خطر جدا على شعر البنات، وعايزه اقول لك بيدمر الشعور وبيقطع الشعر ويوقعه. ده اللي بيحصل بقى مع البنات الصغيره، تيجي تقول لي على فكره ده امهات كتير بتجرب. كتير يعني هم المعاناه دي مش اول مره. ده هم مجربين شعور البنات، مش عايزه اقول لك بتبهدل وتتقطع ويحصل لها مشاكل كتير، ومع ذلك هم برضو مش قادرين يعملوا ده، فبيعملوا تاني وتالت. احيانا الناس جايين فردين ثلاث اربع مرات شعرهم متدمر خالص، تقول لها كانت تقول لي كان شعرها طويل وتقيل وشعرها نزل كله، نزل عشان في فورمالين. استخدمي حاجه ما فيهاش فورمالين، واللي يقول لك ما فيهوش فورمالين بره، لان انا عارفه كويس قوي انا بقول لك ايه. لازم هيكون فيه، لازم هيكون فيه، لان هم مش مصنعين يا شفاء. هي دي بقى التريكة اللي هنا. لكن احنا هنا مصنعين، ده الفرق. ومرخصين من وزاره الصحه. يعني انا قاعده بقول انا مش جايباه من بره وخلاص على كده، لا انا بقول لكم يا جماعه ان هو مرخص من وزاره الصحه المصريه، وده مهم جدا. طبعا، بس ده امان. وجود طبعًا. كمان مركز او سنتر متخصص طبعًا. موجود وانت موجوده على طول فيه، دي مصداقيه اكتر واكتر يا جماعه. بمعنى صح احنا النهارده جايين نحل
العركة بتاعت كل يوم الصبح. صح. ننقذ الأم وننقذ البنت ونخلق لها كده جو جديد ونعمل لها حياة جديدة بشكل جديد، توكك الحلوة بقى والشرايط الستان الجميلة. صح. وتبدعي بعد كده في التسريحات. تعالوا نشوف فيديوهات يا جماعة، نزلوا لنا كده فيديوهات واحنا بنتكلم بقى على البروتين، نشوف ازاي بنات حياتهم اتغيرت. بصوا يا شيف حالة، بصوا يا جماعه معانا دي بنوته حوالي تقريبا 12 13 سنه. 12 سنه الشعريه. الشعريه صعبه قوي يا شيف حالة. عايزه اقول لك كم المعاناه بقى، اولا في نفسيه البنت، شكل البنت نفسها حتى يعني قدام نفسها في البيت، بصوا قدام اصحابها شايفه اللون. بصي بقى الشعر بعد كده يعني ما شاء الله فعلا شعر جاف شيء جدا. لا يصدقه عقل. بالظبط المنظر، النعومه، التراوح، شوفوا الشعر التقصيف بعمل كله ازاي. راح. بصي التقصيف تبارك الله عليها ما شاء الله، الشعريه حلوه جدا جدا، ناعمه كمان قويه يا شيف حالة. لونها كمان حلو جدا. وخلي بالك اللون هنا لو تلاحظي ما بيقرنش، ما بيديش اللون الاورنج. اورنج فاللون الاورنج ده بيخليني ان انا ما اقدرش اعمل صبغات. لا انت تقدري على الالوان اللي هي اللي انت بتوصلي لها، هو بيفتح درجه بسيطه وده طبيعي جدا، لكن ما بديش اللون الاورنج للشعرايه. ده بسبب ان انا عندي بروتين وعندي كولاجين وعندي احماض امينيه وعندي فيتامينز اي واي وعندي زبده شيا وعندي زيوت طبيعيه وعندي كمان زي ما قلنا بروتين وكيراتين موجودين. البروتين والكيراتين مهمتهم الفرد. ناس كتيره فاهمه شيف هاله ان الفورمالين اللي بيفرد. الفورمالين مده حفظ. انا بحفظ فيها البروتين والكيراتين مده اطول. والناس اللي بيحطوا ما بيحتاجوش يحطوا بروتين او كيراتين كتير، حاجات بسيطه، لكن انا حاطه لك المفروض ان هو بيفرد الشعريه هو البروتين والكيراتين. هم دول اللي بيفرضوا الشعر. الكولاجين يزود سمك الشعريه عندي، فيخلي الشعريه يعمل لها عمليه ايه يا شيف هاله؟ الترميم. الاستك. انا بعمل الترميم عشان ما يستكش. انت فاهمه انا قصدي ايه؟ اللي بيأستك ده اللي بيفك الرابط اللي بيبقى فيه فورمالين. فتلاقي الشعريه معاكي هلكانه دايبه مفروده، بس تحس انها مشدوده. مشدوده عامله زي الاستك. وحروفها ناشفه. بالظبط، برافو عليكي. تحس ان هو شكله مشدود كده. يعني خلاص انا جالي عامله زي كلمه كده غريبه على فرد الشعر. الجذور الناشفه. بالظبط، برافو عليكي. الجذور نفسها ناشفه والجذور كلها مشققه. بالظبط، ليها حراشيف يا شيف هاله. الشعرايه اصلا حتى عندنا احنا بنقول حراشيف الشعرايه. الشعرايه بتبقى المفروض عاديه ومليانه حراشيف، بتفتح بقى تبدا تفتح يعني اللي هي مقصفه. ده الحراشيف بتاعت الشعرايه اللي هي بتبدا تاكل الشعرايه بالبلدي. تبدا تاكل، تجري في الشعرايه، فتبدا الشعرايه تتقطع. بصوا يا جماعه كمان، بصي دي الشعرية. بصي عاملة ازاي شيف هالة؟ الشعرية يا جماعة صعبة. الشعر ما شاء الله تقيل. تقيل، انت عارفة يعني ايه تقيل؟ هو حتى الشعرية مش مجعدة وخفيفة، ده الشعرية تقيلة يعني هدك، وكمان تحس ان هو حمل على البنت اللي بتسرحه. بصي بقى بعد تطبيق بروتين اورجانيك يا شيف هالة للفرد والترميم والعلاج، وانا دايما بقولها ثلاث حاجات، فرد وترميم وعلاج، ولانه منتج طبي. بصي الشعريه ما شاء الله، ده هي كمان قصت كاريه وقالت انا عايزه اقصه كاريه يبقى شكل الشعريه. قالت انا نفسي اقصه كاريه يبقى شكله باين. ما شاء الله الشعريه طريه جدا. وتسريحات حلوه بقى طبعاً. نعمل بقى ديل القطه، نعمل ديل الحصان، نعمل توك جميله كده، نعيش بقى حياه ثانيه. بدل ما البنات مثلا في المدرسه يعني صاحبه شعر زي ده اكيد هتبقى باصه لزمايلها، اكيد طبعا دي مش عارفه حاطه توك بيضة، دي حاطه مش عارف عامله شعرها ازاي، وانا مش عارفه اعمل كده. صح. لا عايزه اقول لك إن بس يعني في ناس كتير بتسالني هو انا هفضل كده على طول؟ السؤال ده انا سمعته بنفسي. هو انا لما اروح واغسل شعري هيرجع لطبيعته تاني ولا هيفضل كده؟ ما اعرفش، احنا بنغسل اصلا في نفس السيشن. يعني انت بتغسلي شعرك بنشفه سشوار هواء بارد. فبيبقوا ايه ده، احنا مش هنعمله تاني؟ هو هيفضل يعني كده؟ جاي لي ام امبارح حرفيا، جاي لي ام بتقول لي ايه؟ بتقول لي يا شيف هاله يا هو احنا بقى هنغسل وهيرجع الشعر عادي ناعم كده بعد يعني زي ما احنا فاردينه كده؟ قلت لها تمام. قالت لي طيب هنرجع نعمله مكوى؟ قلت لها لا طبعا مش هعمله مكوى. هتشوفيه دلوقتي احنا بنشفه بس الشوار هواء بارد وهيبقى منظره عامل ازاي. ما كانتش مصدقه نفسها من الفرحه. يعني دلوقتي الشعر ناعم جدا، بيتغسل بيتساب ينشف كده، بيروح على طول اول منشف بيدي النتيجه. حطي بقى قدام مروحه عندك سشوار هواء بارد مش سخن كمان، هواء بارد نشفيه بس، ادهني السيرم بتاعك ونشفيه سشوار هواء بارد بس. تحفه. كل غسله عادي جدا بس على شرط نغسله صح. بصوا بقى يا جماعه، بصي ما شاء الله دي بنوته يا شيف هاله 9 سنين. الحاله دي صعبه شويه. الحاله دي اللي كنت لسه بحكي لك عليها، بقول لك جايه لي امبارح. الحاله دي اللي كنت لسه بقول لك جايه لي علشان خاطر مامتها بتقول هيرجع تاني شعرها، لان بسم الله ما شاء الله. بصي بقى ما شاء الله، بصوا الفرق يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، قلت قلب الله. واللي بيعجبني ما شاء الله ما شاء الله ان الشعرايه في الاول كانت بتبقى كشه طريقة. بعد ما تفرد بتدي طول. طولها بيبان، هتشوفي طولها دلوقتي طول ما شاء الله. طول بان ازاي؟ واللمعه يا شيف هاله. طبعا اللمعه والنعومه والطراوه عشان المفروضه صحيا. بصي يا شيف هاله ما شاء الله
عالجتي المشكله من الجذور. اه طبعا بسم الله ما شاء الله شعرايه تحفه، ما فيش تقصيف، الشعرايه ما شاء الله طريه جدا، وده المفروض اللي تلاقيه في المنتج الجيد اللي اتشهرنا بيها على الفيسبوك. كتير بيقلدونا دلوقتي يا شفاء، لا بس مش عارفين يوصلوا لده. لا عشان انت بتخلي الشعرايه طبيعيه. بصي بصي ما شاء الله الشعرايه شفتي المرونه بتاعتها حلوه ازاي، انا فرحانه جدا لان النفسيه بقى شفايه. انا ببقى سعيده قوي، انا بحبك قوي، انا تلاقي الولاد عمالين بيبصوني فرحانين، انا شهري كده والاسئله بقى كتير، هيفضل كده هيفضل كده. بيقعد من 9 شهور لسنه شفايه الشعر، المفروض طول ما انا محافظه عليه بالمجموعه العنايه اللي مع البروتين بقى يفضل محافظ لي على البروتين مده اطول. يعني انا حاطه في المجموعه حاطين الشامبو، ما تغسليش شعرك بالشامبوهات اللي موجوده دلوقتي متداوله للاطفال وغيرها، لان هي اوريدي اصلا بتتغسل قبل البروتين فبتنزل لي الدهون كلها. فما تيجي تغسلي بيها هينزل لك كل اللي موجود في شعرك لانه في سلفيت. طب انا محتاجه ان انا هيبقى في حاجه ما فيهاش سلفيت اصلا، السلفيت مضر جدا للشعر، بينشف الشعرايه وبيعمل لها جفاف. اول ما تغسلي شعرك تلاقي الرغوه رهيبه وبعد كده تبدا الرغوه نفسها تهدى، بعد كده تغسلي الشعر يبدا في اول ساعه بالظبط هادي، بعد كده تلاقيه بدا يجف وينشف الشعرايه، ده بينزل البروتين. لا انا محتاجه يكون في نفس مكونات البروتين، وده شيف هلا اللي بيميزنا بقى عن اي بروتين تاني. يعني حاجتين اتنين بتميزنا، اولا ان البروتين بتاعنا مش بقاعده بكلمك دلوقتي اقول انا عامله بروتين بس مكوناتي بروتين وشويه زيوت، لا ده انا حاطه بروتين، حاطه كيراتين بدل ما اعمله منتج تاني لوحده، حاطه كولاجين بدل ما اعمله منتج تالت لوحده، حاطه احماض امينيه بدل ما اعملها منتج رابع لوحده، حاطه زبده شيا وزيوت طبيعيه، فكل ده موجود في البروتين بس. تعالي بقى مجموعه العنايه بالشعر فيها كل مكونات البروتين دي، شوفيها الشامبو، الهير ماسك اللي هتعملي بيه ترويم على البارد، السيرم اللي هيحافظ لك على الشعرايه ما شاء الله طريه ولامعه زي ما انت شايفه كده، الشعرايه ما شاء الله تحفه. السيرم ده يا جماعه حاجه عامل زي الزيت كده. ايوه بالظبط، هو زي الزيت بندهن كده الشعرايه نفسها شفاف خالص. بالظبط، عامل زي الجل الخفيف قوي كده، بتدهنيه في ايدك وتدهني فيه، وبعدين ابعد عن البصيله الشعر يا شفايله من 2 ل 3 سم على الاقل، ما احطش. طب من بره ممكن اعمل كده واحط بس من بره كده، لكن ما احطش على جذور الشعر نفسها. ما ينفعش عشان ما سدش مسام الشعرايه. بصي بقى دي طفله زنونه يا شفايله، بصي يا روحي ما شاء الله شعرايه، والشعرايه ما هيش المجعده قوي بس الهيشه يا شفايله، الهيشه اللي هي الكيرلي شويه. بصي ما شاء الله الشعرايه ما شاء الله تحفه، الشعرايه طريه جدا، فكانت سعيده سعيده شفاله طبعا. الاطفال والله تشوفي فرحتهم في عينيهم، تحس ان انت بجد يعني انت مبسوطه. يعني انا عندي فرحه الاطفال كمان، يعني طبعا الكبار على عيني وعرسي بس الصغيرين ما بيفرحوا طبعا اكتر، نفسيتهم بتتغير. كان قاعد حد هنا 9 سنين وقاعد هنا حد تقريبا 20 سنه، ودي بتقول يا ريتني عملت ده من زمان، ودي بتقول ودي يعني نفسيه دي اثرت من وهي صغيره بس فضلت فتره. ونفس القصه 9 سنين نفسيتها، بس هي لحقت مامتها من وهي صغيره انها ان شاء الله باذن الله تيجي تفرد عندنا، وكان شعرها تحفه يا شفاء ان شاء الله. يبقى احنا بعد جلسه الفرد بالبروتين عشان نحافظ على النتيجه الجميلة اللي وصلنا لها لازم مجموعة العناية. احنا عشان كده عملنا ايه؟ عملنا المجموعة كاملة، وده اللي بيميز برضو، احنا حاطين البروتين، حاطين الشامبو، حاطين الهير ماسك، حاطين السيرم. بس يعني اللي تيجي تفرد شعرها وتاخد المجموعة وهي ماشية تنسى بقى بالظبط، خلاص شعرها اترمم واتفرد وطري وناعم، رجعنا له الحيوية تاني بالزبط. بتاعته وفي حاجة تانية ونحافظ عليه بقى بمجموعة بالظبط اللي هي العناية. وفي حاجة تانية، لو انا خلص عندي شامبو اقدر اطلبه واجيبه، لو خلص عندي اي ممكن كل حاجة لوحدها، ممكن كل مش حاجة لازم اخد المجموعة، مفيش اي مشكلة. في الاول باخد المجموعة، بعد كده اي حاجة تخلص عندي بقدر ان انا اخدها لوحدها. يعني لو السيرم فضل قاعد عندي هو فعلا بيقعد فترة كبيرة، نقدر مثلا اطلب الشامبو لوحده، الهير ماسك حاجة زي البلسم كده، بصي حاجة زي نفس بالظبط البروتين، هتلاقيها نفس شكل البروتين بالظبط. تبداي تدينيه على الشعر بعد البصيله، ممكن لو حتى جه على البصيله مفيش مشكله بالنسبه لي، بس دايما بقول خليه بعيد سنتي او حاجه على البصيله، لانها هقعده الشعر حوالي تلت ساعه او نص ساعه على الشعر مع بونيه بلاستيك، وابدا اسيبه شويه. ده بعمل عمليه ترميم على البارد، بيحسلني جدا جدا يا شفاله بصيله الشعر، الجذور اللي طالعه جديد تلاقي الفتله ناعمه، يعني الشعرايه نفسها الملمس بتاعها مختلف تماما مع كل غسله، مع كل غسله طبعا. يعني هو مقترن بالشامبو بالظبط، بغسل مرتين، اعمل حمام بعد الغسيل الشعر، وبعد كده بعدها على طول ببدا انشف شعري، سشوار هواء بارد او قدام المروحه، وادهنه السيرم بتاعي بس كده كل مره على كده. الشعرايه ما شاء الله تلاقيها صحيه جدا ناعمه،
ده بقى اللي ما بيخليش الشعر كمان يتساقط. طب انا عندي مشكله تساقط. لا استني نشوف اخر فيديو الاول قبل ما ندخل على مشكله التساقط. يلا دي شعرها بقى هيشه، دي بقى النوته جت عالجت شعرها كتير قوي بره شيف هاله. واستنت عليه شويه لما هو يحصل فيه كده، كان ناشف وهايش. بصي شعرها ما شاء الله كانت بترقص هنا بجد يا روحي ما شاء الله فرحانه. ما عرفناش صور، انا كنت يومها اصلا موجوده قعدت ترقص وفرحانه جدا جدا بشعرها. طبعا انا مبسوطه جدا. انت متخيله الفرق جدا؟ يعني انت متخيله هي حاسه بايه في اللحظه دي؟ عشان انا فاكره اسمها يا حبيبه قلبي ما شاء الله حبيبتي. ربنا يفرح قلبك والله، انت بجد يعني دخلتي الفرحه والسعاده على قلوب كتير. يعني تعالي بقى ندخل على المشكله الازليه. ما هو الازليه دي قبل بقى ما ندخل فيها كنت بقول على حاجه تخص البروتين مع التساقط. انا شعري بيتساقط ونفسي اعمل بروتين. ينفع اعمل بروتين وفي نفس الوقت عليك التساقط؟ ينفع معاي مع منتج اورجانيكا ينفع الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض لان انا ما فيش عندي فورمالين. عندي مواد كلها بتساعد على الفرد والترميم والعلاج. فاذا انا هكمل لك العلاج بتاعك بان نشيل التساقط او نقلل التساقط جدا. وبالتالي لو في حتى في صلع وراثي نفس القصه، لان بيجيني ناس عندها الحته دي فاضيه بس الشعر مجعد ومحتاجه ان شعرها يبقى حلو، مجرد انك تفردي شعرك يا شيفا لو انت عندك تساقط انت نفسيتك بتتحسن. يعني شايف شعرك حلو عايزه تحافظي عليه كده، عايزه تشوفي شكله حلو كده، فتبداي تكملي كورس العلاج بتاعه. طيب اللي هو إيه بقى الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر؟ مجموعه لتر البروتين او لتر البروتين ايه بقى موضوعها وعاملينها لمين بقى بالظبط؟ بس لتر البروتين ده اهو. ايوه احنا لا ثبتي ايدك. لتر البروتين ده لتر بحاله. لتر لتر كامل ده عاملينه للناس بيوتي سنتر، وعاملينه كمان الناس المتخصصين اللي حابين يفتحوا مشاريع من بيوتهم او يعملوا اي حاجه. او هم ستيل متخصصين او فاتحين اماكن صغيره مع نفسهم. يقدروا ان هم يطلبوا اللتر وتقدر ان هي تشتغل بيه. والحمد لله ان هو امن جدا يا شيف هاله، ده اللي انا بقوله. امن مش هيجيب لها مشاكل بالظبط، مش هيجيب لها وجع دماغ. صح بس شغاله في منتج امن. عارفه مصدره ايه؟ اهم من المشاكل واهم حاجه امانه بينك وبين ربنا. طبعا يعني البروتين طبعًا الامن الطبيعي لما تاخديه وتستعمليه بقى لناسك نقول ايه زباينك امن وطبيعي مش هيعمل اي مشاكل خالص خالص. فدي امانه، دي امانه المهنه بالظبط بمعنى صح. اصح فاحنا كده يعني دلوقتي بجد نجلاء بتفتح باب لناس كتير قوي ممكن تاخد لتر البروتين وتعرف كمان في المركز عندهم ازاي تتعامل بيه وازاي تعمله. ده ما شاء الله يعني شغل كده ولا محتاج شهاده ولا اي حاجه ما شاء الله. عايزه يعني اقول لك ان هو كمان هي نفسها تبقى مطمنه جدا زي ما قلت لك ان هو مرخص. حصل على شهاده الايزو، هنقدر نديها التريننج بتاعها او التدريب بتاعها على هي هتعمل ايه بالظبط، او نبعت لها الفيديوهات حتى لو من مكان بعيد نبعت لها الفيديوهات بالظبط ونقدر نكون معاها واحده واحده هي بتعمل ايه. وخلاص هو البروتين هيقوم بالواجب بقى يعني هو هيقوم بالواجب. طيب ندخل بقى على التساقط. بصي تساقط الشعر دي مشكله، يعني مش عايزه اقول لك ان تقريبا بيجي لنا ناس. انا عايزه اقول لك ان احنا عاملين حاجه كده لطيفه، عاملين الكشف مجانا في مركز اورجانيكا بجهاز الدرماسكوب. نقدر نبص على بصيلات الشعر ونقدر نعرف بصيلات الشعر موجوده ولا لا. شوفها لي. طب بصيلات الشعر عندي مش موجوده يبقى دي بتتجه اتجاه تاني، وبنقدر نقول له ان هتتجه لان يبقى زراعه. طب بصيلات الشعر عندي موجوده بس الشعر خفيف، البصيلات خفيفه، نقدر ان احنا نشتغل عليه بكذا حاجه. اولا لو هو صلع وراثي والفراغات كبيره نبدا نشتغل بخلايا جذعيه، ومعاها نكمل الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر، ومعاها نكون عاملين شويه تحاليل نعرف فيها لو ناقصه فيتامين او حاجه بيقدر ياخد الرو باودر. فده كورس كامل لعلاج الصلع الوراثي او الثعلبه يا شيفال اللي هي بتبقى عباره عن يحصل فراغات في الشعر وتبقى نتيجه حاله نفسيه او ستريس او ضغط او يعني بتبقى نتيجه حاجه نفسيه يعني عموما، فبتظهر لان المناعه ساعتها بتبقى ضعيفه جدا، فبيبدا ان هو يظهر زي العمله كده شيفها اللي عارفه العمله المعدنيه ما يبقاش فيها شعر خالص. بتبقى علاجها المفروض ان هو صعب، بيصل احيانا لسنه عشان بس طبعا احنا بنبقى صراحه جدا مع العملاء بتوعنا بنقول لهم يا جماعه انت هيوصل لكده. طيب عندي تساقط بقى شيفها حسب الحاله. عندي تساقط والتساقط ده عامل لي فراغات، ما هو مش طالع بقى، عامل لي فراغات بسيطه. ابدا ان انا اتعامل معاه ازاي؟ بنبدا نشوف برده الحاله ونقدر نحدد اذا كانت خلايا جذعيه مع الكورس الثلاثي. طب لو في حاجه ناقصاني داخليا نبدا نكملها بالمكمل الغذائي اللي هو الرو باودر. ليه الرو باودر يا شيف هاله مكمل غذائي كمان؟ لانه فيه زنك وفيه فوليك اسيد. فوليك اسيد يا جماعه مهم جدا لبناء الشعرات، بنبني بيه
بصيلة الشعرية نفسها. بيحفز الميه والاكسجين موجودين في الدم بيطلع للبصيلة نفسها فبيغذي الساق. عندي كمان فيتامين د يشوفها لو ده مهم جدا يا جماعه لانبات الشعر. ناس كتير تقول لك اصل هو الهيموجلوبين، بس لا، ده الهيموجلوبين اللي هو المفروض الانيميا مخزون الحديد، فيتامين د يكونوا كويسين عندي، وهو مالتي فيتامينز فيه كل ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الرو باودر. اللي هو الرو باودر ده عباره عن باودر بتعمل فراوله بنقلبه على ربع كوبايه ميه او ربع كوبايه لبن او علبه زبادي ونبدا ناكله، بيبقى طعمه حلو جدا عامل زي العصاير اللي هي الفراوله على اللبن الموجوده بره. يعني هو بالبلدي كده ينفع لجميع الاعمار حتى الاعمار الصغيره. فيتامينات بالزبط. مهمة جدا جدا لتغذية الخلايا، الشعر، البشرة، الضوافر. اهو معانا اهو ده الرو باودر يا جماعة. ده ساعات بتنصحي بيه في مشاكل معينة. بالظبط اللي هي سوء التغذية اللي بيبقى عندي حاجات ناقصة فيها. بيبقى عندي انيميا، عندي فيتامين د قليل. بالظبط قليل الكلام ده كله. طيب نبدأ بقى شوف حالة الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. التساقط بقى، أنا بيحصل لي تساقط. شعري ما بيطولش، مش تسمعي ناس كتير هتقول لك انا شعري عجز من ساعه ما قصيته اخر مره عجز. انا جاي لي حد شعرها تقيل جدا تقول لي بصي حضرتك انا مش عايزه تساقط، انا ما عنديش تساقط، دي حاله فعلا، بس انا عايزه شعري يطول. تمام. فقلت لها طيب هيطول، هيعمل اللوشن ده للانبات واطاله الشعر. قالت لي لا لا انا مش عايزه انبات. ما هو يا جماعه عشان انتوا مش فاهمين لازم يحصل انبات. لو ما حصلش عندك انبات مش هيحصل اطاله للشعر. ليه؟ لان الشعر يعني فيه تغذيه. يبقى انا بغذي الشعر الضعيف، البصيلات الضعيفه او الكسلانه او الخامله، بغذيها عن طريق ايه بقى يا شيخ؟ بغذيها عن طريق ان انا بحط قهوه خضراء. القهوه الخضراء مضادات اكسده، بتمنع شعري كمان من الشيب، بتقلل ظهور الشعر الابيض. الله، معاه فيتامين اي مضاد اكسده. مضاد الاكسده ده شيفها بيحميلي. شفتي الاكسده؟ ناس كتير تقول لك يعني ايه اكسده؟ مش فاهمه يعني ايه اكسده واحنا قاعدين. الاكسده دي همثلها لك مثال سهل جدا. ما تجيبي تفاحيه وتقسميها اتنين وتسيبيها للهواء، ايه اللي بيحصل؟ بتسود هي دي الاكسده. بتدبل وتسود كده. بالظبط هي دي الاكسده اللي بتحصل. بعصروا عليها ليمونه عشان ما تسودش، والموز كمان برده. ايوه والجوافه وبعض الحاجات اللي هي الحاجات اللي فيها فيتامين سي عموما، هي دي اللي بتلاقي فيها بيحصل لها اكسده وحديد. طيب زي الموز كمان نفس القصه. فعايزه اقول لك لما بتفتحيها وتبدا تغمق لانها تفاعلت مع الهواء فحصل لها اكسده اغماق زي البشره. ناس كتير تقول لك ايه انا لما بقوم من النوم بشرتي بتبقى حلوه جدا وفجاه لما بتعرض للشمس او اقعد ساعه او اتنين بشرتي بتتغير، بتقلب باللون الاصفر، بتاكسد او بيبقى شكلها غامق او شكلها مش حلو. دي اسمها اكسده البشره برضه. زي ما الشعر بيحصل فيه زي ما البشره بيحصل فيه. ودي ليها علاج؟ طبعا لسه هنتكلم عليه بقى في المرحله اللي جايه. طيب يبقى انا عندي القهوه الخضراء وفيتامين اي، دول مضادات اكسده مهمين جدا للشعر عشان يحافظ لي على الشعر من الشيب ويجدد لي برضه خلايا الشعر. طيب عندي الجينسينج وعندي القهوه الخضراء اللي هي الكافيين. سوري، الكافيين والجينسينج دول بينشطوا برضه فروه الراس جدا، فتلاقي فروه الراس طالعه حد، انت تحسي ريفريش كده كانك واكله نعناع. عارفه كانك واكله نعناع، فتحسي ان فروه راسك الدم وصل لها كويس. شفالة مجرد ان انا وصلت الدم على طول دايركت هاخد ميه واكسجين والفيتامينز اللي محتاجينها، البصيله بصل الاخضر ويبدا يطلع للساق. بالظبط علشان الشعريه نفسها تطول. فده بيبقى مهم جدا عندي ان انا احط التغذيه دي. التغذيه الداخليه شيف هاله والخارجيه، ودي بنقدر نحددها احنا. طيب بعد كده بنحط ايه؟ زيوت طبيعيه. الزيوت الطبيعيه دي يا جماعه مهمه، مش اي زيوت. ما اروحش اجيب من عند العطار معلش شيف هاله عشان ده بيحصل، حطي زيت كذا على كذا على كذا، وانا مش فاهمه اصلا ولا نوعيه شعري ولا شعري عامل ازاي، وانشف شعري واعمل له جفاف. فالشعريه عندي تبدا تقول لي كده انا والله بعمل حمام زيوت، وتلاقي شعرها هيشه. حمام زيوت، ما انت مش عارفه طبيعه شعرك ايه. بالزبط. ولا عارفه انت هتستخدمي ايه. زي الصوره كده. بالظبط. بصي بقى هنا، بصي بقى شوفي دي صلع وراسي. بصي الفراغات قد ايه، الشعر كله تقريبا يعتبر فاضي. طيب الشعريه دي من سيشن واحده احنا عملنا خلايا جذعيه شوفيها اللي هي الجروس فاكتور بالديرما بين يا جماعه. بتبدا نعمل الجلسات بتاعتنا، بنحدد ان هناخد كام جلسه ونبدا ان احنا نشتغل بيها. دي جلسه واحده، حتى هتلاقي اللوشن محطوط جنب الراس على طول. دي جلسه واحده مع خلايا جذعيه. من جلسه واحده النتيجه بتبان. دي من جلسه واحده لان هي عندها كمان قابليه ما شاء الله، التغذيه عندها كويسه وكل حاجه كويسه على حسب بقى كل واحد. فدي من جلسه واحده مع الكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. بتكمل جلساتها علشان نشوفها بعد كده ان شاء الله. هتشوفوا، خلي بالكم الكلام ده بياخد وقت. احنا عشان نطلع جلسه عايزين نشوف الحاله بقى بمراحلها. دي مثلا مرحله شفاء. بصي الشعر هنا كان فيه فراغات عامله ازاي. لو قلبت الشعر الناحيه الثانيه نفس الفراغات. تبداي بقى احنا مشينا بقى واحده واحده، ستيب باي ستيب. دي تاني مثلا، او دي طبعا مش من تاني سيشن بس الناحيه الثانيه تقريبا من رابع سيشن. طيب بدات شعري تعمل كده فوق بقى يا شيف هاله، كانت خلصت جلساتها كلها وخلصت مرحله العلاج. بصي ما شاء الله الشعر عامل ازاي، وحتى اللون اتغير يا جماعه، حيوي كده بقى. في الشعر حصل له عمليه انبات رهيبه، اطاله كمان، الشعر ما شاء الله طول وتقل ولونه اتغير. بصي يعني هنا برده
بس دي بقى من الحالات الصعبه. بالظبط الحالات الصعبه اللي هي الفراغات الكبيره دي الشعريه ما شاء الله شعرها طولت كمان. يعني حصل طول الشعر نفسه الشعر نفسه كان صغير. وفي بس في عندي بصيلات بس كسلانه اشيلها. في صلع وراثي، في حد في العيله كان عنده صلع وراثي، بدانا نشتغل عليها برضو خلايا جذعيه والكورس الثلاثي لعلاج تساقط الشعر. عايزه اقول لك بيجيب نتائج هايله، بس يا جماعه الصبر في انبات الشعر. انا عندي حاجه واحده شبه هاله هي اللي سحر. ايه هي؟ البروتين. هتقولي لي انت هتقولي لي ساعتين وتلاقي البني ادم اتغيرت تماما. يعني انبات الشعر بقى شبه هاله، ما ينفعش ان انا زرعه احطها واقول لك ازرعيها دلوقتي حالا. لا، الزرع ده بياخد وقت طبعا، محتاج الميه ومحتاج السماد بتاعه ومحتاج كل حاجه. فروه الراس زي التربه، شفتي تربة الأرض اللي بتزرعي فيها؟ بالظبط نفس القصة. أنت بتتعاملي إزاي؟ هيحتاجي تسقيه وتحطي السماد بتاعه وتغذيه كويس قوي عشان يطلع لك زرعة قوية. طيب إيه بقى تاني يا شيف هالة مع لوشن زي ما قلنا؟ طب أنا شامبو. بس ناخد طيب. إسراء الأول على التليفون. يا إسراء أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إزيك يا سوسو عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، اتفضلي إحنا معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. هو انا كنت انا مخلصه كليه واختي لسه في ثانيه وثالثه ابتدائي. تمام. كان شعرينا حرفيا صباعنا عشان نورس مش بنعرف. لا يا جماعه انا مش سامعه، انا مش سامعه اسراء. حضرتك كده سامعاني؟ قولي يا اسراء. بقول لحضرتك كان شعري انا واختي في الاول، اختي صغيره عندها 8 سنين. تمام. كان شعرها عشان تيجي تهرش مش بتعرف تدخل صباعها من كتر ما شعرها ماسك في بعضه. ماسك في بعضه قافش كله. تمام. عشان بس تيجي تهرش دي ممكن نهرش بقلم او بحاجه عشان يدخل. يعني عايز تهرش لحد ما عملنا بروتين عند دكتور نجلاء. تمام. فرق 100 يعني بالظبط، فرق زي ما بيقولوا بين السماء والارض. انت واختك عملتوا البروتين مع بعض؟ تمام. قوليلي بقى فرحتك بقى. وعملنا مرتين كمان، يعني عملنا مره قعد معانا 6-7 شهور. تمام. وبعدين رحنا عيدنا على الجذور على الروتس بس. بيبقى اعاده خفيفه بس، يعني مش جلسه من اول وجديد. اسراء سامعاني؟ اسراء قفلت. طيب يا اسراء يا ريتي بتكلميني. بصي شوفي هلا بتقول لك ايه؟ بتقول لك شعرها كان متشابك لدرجه لما كانت بتعوز بتهرش في شعرها او يحصل حاجه في شعرها بتحط قلم فيه. حتى ايديها مش قادره توصل لفروه راسها. فكانت بتحط حاجه رفع قلم. القلم بتاعنا اللي بنكتب بيه بتحطه في فروه الراس من كتر التشابك، من كتر التشابك اللي موجود في الشعر. فبتقول لك احنا عملنا وبعد 6-7 شهور رحنا نعمل تاني لان الروتس طلعت. وده بقى اللي انا بقول عليه، انا دلوقتي في روتس عندي جديده طلعت، هي دي اللي بتيجي تعمليها. بس يا شيفاء انا الشعر عندي بيطول، ده طبيعي. انا مش هوقف نموه. طب الشعر عندي ما شاء الله بيطول وكويس جدا، وده طبعا الحمد لله ده فيدباك حلو ليا انا ان المنتج أكيد. الحمد لله رب العالمين شعرك بيطول عليه وبيبقى صحي عليه عشان مجموعه كمان العنايه بتاعت الشعر. اسراء رجعت تاني. تحبي تساليها اي سؤال؟ تقول اسراء تحكي. من قبل ما دكتور نجلاء تقول لي انا عايزه اقول حاجه شهاده حق، يعني ربنا يحاسبني عليها. اتفضلي. لما اختي الجذور بتاعتها طلعت انا وهي احسن من الاول بكتير، يعني الجذور مش طالعه زي الاول، طالعه احسن. حضرتك فاهمه قصدي؟ زائد ان شعرنا مش بيقع، يعني مش مثلا احط ايدي في شعري يقع او على المخده. لا 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 خالص، شعري طبيعي جدا. طيب يا اسراء، خدتي مجموعه العنايه بالشعر ومشيتي عليه اللي هي مجموعه البروتين، مشيتي عليها بعد ما عملتي جلسه البروتين؟ هم هناك في المركز اصلا بيفهمونا كل حاجه من الالف للياء. ما بيخلونيش اصلا عندي سؤال اسال. طب انا كنت هناك يا اسراء صح وانت موجوده صح؟ نعم. انا كنت هناك وانت موجوده صح؟ يوم من قريب، من اسبوع تقريبا. ايوه اختك صح. أيوة. صح. حتى انا عملته لاختي عشان كنا خلاص المدارس كانت يوم الاحد. فعملته لاختي يوم شكله كان الخميس 4. شكرا يا اسراء، نورتينا يا حبيبه قلبي، نورتينا. طيب ناخد فاطمه. يا فاطمه اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فاطمه؟ ازيك يا شيخه هاله؟ الحمد لله يا قلبي، اهلا وسهلا. الحمد لله بخير، اتفضلي يا حبيبتي. كان اكلم الدكتوره نجاه. اتفضلي، هي سامعاكي، اتفضلي. خدنا المجموعه من عنديها وجميله والله العظيم وحلوه. انت منين؟ القاهره. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. خدتي مجموعه ايه؟ مجموعه التساقط ولا مجموعه البروتين؟ التساقط. لا التساقط. ليكي انت يا فاطمه؟ ايوه ليا انا يا دكتوره. طب ايه النتيجه بقى؟ لا حلوه بصراحه والنتيجه 100 100. كنت بتعاني من ايه يا فاطمه؟ نعم. كنت بتعاني من ايه؟ التساقط كان ايه؟ من تساقط الشعر شديد، كان عامل فراغات ولا حاجه ولا تساقط بس؟
لا تساقط بس يعني. تساقط بس. واستخدمتي المجموعه فقد ايه كده حسيتي بالنتيجه يا فاطمه؟ لا كويسه والحمد لله، وبرده كان طول شعري برده حلو. فقد ايه؟ لا انا مش سامعاكي يا فاطمه. بقول لك ويا حلو يعني، بقى حلو دلوقتي يعني، بقى احسن من الاول. طب الحمد لله. فقد ايه يا فاطمه؟ وقت قد ايه؟ النتيجه وقت قد إيه؟ النتيجه بانت في قد ايه؟ النتيجه بانت من قليل قوي يعني، من اسبوعين. ابتديتي تحسي بالنتيجه؟ ابتديت تحسي بفرق. تمام. أيوة. الحمد لله. شكرا يا فاطمه، نورتينا حبيبه قلبي، نورتينا. ناخد بقى ريفيوهات بسيطه كده لحبايبنا وكلامهم الحلو. تمام. على اللي استعملوا المنتجات. نشوف كده يا جماعه. والله العظيم انا عملت شعري. طب تعالي بقى لو في عروض عايزينها. اقري حالك، اقري التعليق. نجوى بتقول والله العظيم انا عملت شعري وهم، وهو وهم حلو قوي، اول مره استخدم بروتين ما يحرقش شعري ويدمره. انا لفت نظري الحته دي. زي ما مره البروتين زي كل مره، زي كده، زي ما زي كل زي كل مره. تسلم ايدك يا احلى دكتور، بحبك لانك صادقه زي ما الشيف هاله. لفتت نظري قالت. انا متابعه كل حلقاتك يا نجوى، اشكرك يا حبيبتي والله. وطبعا يا جماعه دي اولا واخيرا بنتكلم، دي امانه ودي حاجة أنا شفتها بنفسي، فعشان كده بتكلم معاكم بكل صدق. فعلا فعلا البروتين في مركز أورجانيكا هو سحر بجد، بمعنى كلمة سحر. قولينا العروض بقى بسرعة عشان نختم. عروض المدارس يا شيف هالة. لازم. عشان المدارس 50% خصم، انا مكمله فيها شيف هالة معاكي، 50% خصم على كل منتجات اورجانيكا، وكمان يسالوا على الهدايا على كل اوردر هياخدوه، وكمان 50% على كل خدمات مركز اورجانيكا. حلو قوي، يعني احنا هنروح نفرد. في خدمات كتيرة قوي يا جماعه في مركز اورجانيكا. تنظيف البشره عندنا، جهاز الهايفو للبشره عندنا، كل حاجه اسالوا عن الخدمات هتلاقوا حاجات كتيره جدا في مركز اورجانيكا. تمام يا حبيبتي، نورتيني. اشكرك حبيبه قلبي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ودايما بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه تفيدكم وتعجبكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر. والسلام عليكم.